نعمل في هذه المنطقة في منطقة خط جنوب خط مدارس العمري، بناء على معلومات من المعرفين عن وجود قذائف وانفجار أحد الألقام في المنطقة، وتم نزول الفريق إلى هذه المنطقة وعمل حق الألقام وبدأ العمل فيه وتقسيم المنطقة إلى مربعات، والآن يجري العمل في على التمشيط والكشف في هذه المنطقة، وتم الحصول على عدد من القذائف المتفجرة والخطيرة القابلة للانفجار، تم رفعها وتسليمها إلى قسم القذائف. عدد الألقام تقريبا 8 قذائف خطيرة وعدد من الرؤوس والفيوزات الأخرى.